قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن تهميش بحق الشعب الفلسطيني الذي يقتل ويذبح يوميا في قطاع غزة مرفوض، مشيرا إلى أن هذا تقليل من أهمية حياة الإنسان الفلسطيني غير مقبول على الإطلاق. وأكد المالكي أنه من المطلوب الآن هو وقف هذا العدوان الغاشم ووقف الدمار والقصف والقتل المستمر بشكل فوري. هذه هي إبادة جماعية ترتكب بحق الشعب الفلسطيني على مرمى ومسمع من العالم أجمع، عندما نشاهد عبر شاشات التلفزيون ما يتم من قصف ومن دمار ومن قتل ومن إرهاب ومن تهجير. كل ذلك يتم والجميع يشاهد ذلك ويتحدث عن قضايا أخرى، وكأن الشعب الفلسطيني الذي يقتل يومياً هو أقل أهمية من غيره، وإن كأن حياة الفلسطيني هي أقل إنسانية من حياة الآخرين. هذا التهميش بحق الشعب الفلسطيني الذي يقتل ويذبح يوميا في قطاع غزة مرفوض، وهذا التقليل من أهمية حياة الإنسان الفلسطيني غير مقبولة على الإطلاق. وجودنا هنا هو للتأكيد على أن حياة الفلسطيني حياة مهمة كما هي حياة كل إنسان آخر على هذا الكون، وبالتالي المطلوب الآن هو وقف هذا العدوان الغاشم، وقف هذا الدمار وهذا القصف وهذا القتل.